أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار 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 وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب ولهم عذاب مقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها قال النار مثواكم خالدين فيها خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يصيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار
وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم النار وتغشى وجوههم وتغشى وجوههم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا